بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم الزلاف الاوان خواتاتي. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم هذه البسكوتة ولا هذه الكيكة الخفيفة الأسهل منها مكاش. أول حاجة أديت هنا هذا نخدم فيه، حطيت فيه 3 حبات بيض وضفت لها هنا كاس تاع السكر، الكاس خواتاتي اللي هو 220 ملل، وضفت لها هذو 2 علب تاع الياوغت بذوق الفراولة، ما ضفت لها حتى نكهة لأنه الياوغت فيه الفراولة. أما إذا ما عندكش الياوغت تقدري ديري في بلاصتها كاس حليب وملعقة صغيرة تاع الفانيلا أو مبشور حبة ليمون. بعد ذلك نضيف لها الكاس تاع الزيت بنفس المقادير كامل، كاس سكر كاس زيت وكاس حليب ولا 2 علب ياوغت، ثم تخلطي كامل في هذا الخلاط الكهربائي، تخلطي كامل المكونات تاعك مدة 20 ولا 30 ثانية فقط، ما يدي حتى وقت تحضير تاعو، يتم تحضير تاعو في دقيقتين. بعد ذلك نضيف له 2 كيسان فارينة وكيس خميرة كيميائية. المقادير مضبوطة خواتاتي، المهم الكاس يكون تاع 220 ملل وكيس 1 خميرة كيميائية. نخلطوا كامل المكونات، بعد ذلك نكونوا وجدنا المول تاعنا، اي مول عندك خواتاتي ماشي شرط هذا، دهنيه مليح بالمارغرين وبعد ذلك ضيفي له الخليط تاعك، دخليه الفرن 180 درجة، ما تحليش عليه قبل نص ساعة. بعد ذلك شوفيه، خلي النار تاعك هادئة، ما تشعليلوش كامل بالفوق، من تحت 180 درجة مدة 45 من 40 حتى 45 دقيقة، وتخرجيه تخليه يبرد تماما، ومن بعد شوفي كيفاش يتنحالك مسكوتة ولا أسهل. أنا شخصيا راني عملتها، أنا نعملها نشربوا بها القهوة، لكن تعمدت أني تصورتها لأنه الطريقة تاعها راني عملت لكم واحدة في القناة، لكن هذه الطريقة تاعها أسهل وأسهل، تحضر في دقيقتين، وأنا تعمدت أني عملتها لكم في القناة للجماعة اللي ما دارتش القاطو ولا اللي راهي متأخرة ولا كل واحد وظروفها، ربي يكون في عون الجميع. حبيبتي نقول لك دمتي متألقة. جيغو كنت لهنا تلويث أرتي مليليتر.